بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر دولة رئيس الوزراء لإتاحة الفرصة أن أنا أقول كلمة. أنا رأيي أن طبعا الوثيقة بتاعت ملكية الدولة والحياد التنافسي خطوة مهمة جدا، بس أنا عايز يعني ألقي الضوء أكتر على التكنولوجيا. التكنولوجيا أساس لتطوير الصناعة وتمكينها أنها تنافس بقوة بره مصر. التكنولوجيا بيتم استيرادها وتوطينها. الاستيراد محتاج حماية من المنافسة الغير عادلة، التوطين محتاج تحفيز، يعني أي شركة علشان تنجح نجاح وله استمرارية لازم يبقى عندها القدرة على توطين التكنولوجيا للصناعة اللي هي بتقدمها للأسواق المحلية أو الأسواق الخارجية. حماية المنافسة للتكنولوجيا اللي تم توطينها في مصر أمر مهم جدا. تشجيع الابتكار والتطوير أساس، يعني حتى في الشركات اللي هي ملك الدولة لما يجي حد يستثمر فيها، الراجل ده لو ما عندوش القدرة على الابتكار والتطوير وان هو يدخل تكنولوجيات جديدة مش هيقدر ينافس، لان السوق مفتوح والتكنولوجيا بتتطور بسرعة كبيرة جدا. فلابد ان احنا نخلي البند بتاع التكنولوجيا بند رئيسي في تقييم اي استثمار نشجعه، طالما هو يقدر يتحرك وعنده فكر وعنده عقل يتطور بيه على مدار السنين ويقدر ينافس، ونعمل له المناخ الكافي علشان يبقى دايما منافس، ونديله الحوافز خصوصا في الابتكار والتطوير علشان ننمي الميزة التنافسية دي يمكن أكتر من أي قدرات أخرى. يعني حضراتكم دلوقتي بتشوفوا برضو الشركات اللي هي البسيطة خالص اللي بيقولوا عليها الستارت أبس، بتبقى هي فكرة والفكرة دي بتنمو بشكل مضطرد. لو قدرنا برضو ان احنا في بلدنا يعني نشجع الستارت ابس الشركات الناشئة ان هي تيجي عندنا وتستثمر بالافكار بتاعتها وتستخدم البنية التحتية اللي موجودة القوية، اعتقد دي هتعمل قفزات في دعم الاقتصاد المصري. انا مش عايز اطول اكتر من كده، التكنولوجيا وتوطينها عنصر اساسي لتقدمنا ونجاحنا في التصدير. من غير التكنولوجيا من غير الابتكارات مش هنقدر نبقى منافسين. احنا سهل ان شاء الله نبقى مصنع اقليمي، لان خلاص الصين مصنع العالم، دي ما بقتش يعني قابله للاستمرار. فمصر باذن الله في الصناعه اللي انا بشتغل فيها ممكن باذن الله في وقت قريب تبقى مصنع للمنطقه اللي حوالين مننا، بس ما نغفلش ابدا التكنولوجيا والبحوث والتطوير ونشجعهم ونحفزهم. برضو على سبيل المثال يعني الصناعة بتاعت الأجهزة الكهربية الإلكترونية بدأت سنة 60، الشركات اللي كانت تملكها الدولة في الوقت ده بدأت صناعة قوية جدا، لكن ما استمرتش ليه؟ لغياب التكنولوجيا. فإحنا خلينا نركز من هنا ورايح على التكنولوجيا ونحميها من المنافسة الغير مشروعة. شكرا جزيلا حق.